السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد، وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة عايدة للوصفات العربية والمغربية، وإن شاء الله ما راح يوم اليوم كنتمنى وصفاتنا للإعجاب ديالكم. غادي نقدموا اليوم دوازاتي اللي ما كيخطاش أي دار مغربية، وكيكون عند كل أسرة أو عائلة مغربية ضروري، إلا ولا جو عندك ضيافة لفلة او حتى لوليداتك ضروري كيكون عندنا داك الدواز ديال اتاي، يعني داك الصابلي او داك الحلوه اللي كنحطو مع كاس الشاي المغربي في العشيه كندوزوه بها. اليوم ان شاء الله مرحبا، غادي نقدم لكم واحد النوع اللي هو معروف، ماشي زعما شي نوع جديد، ولكن غادي نضيفوا لي بعض الاضافات ونديروا بعض التغييرات باش غادي يكون اكثر روعه باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا صابلي ديال الفرشيطه، صابلي ديال الفرشيطه سميتو هكا لانه كيتزوق بالفرشيطه بلا فورشيت، يعني او صابلي الشوكه. المقادير سهله وبسيطه، تبعوها معايا وان شاء الله مرحيم غادي يخرج صابلي ناجح 100%. عندنا 4 الكؤوس ديال الدقيق، لا فارين، الفرص الابيض 400 غرام، 4 الكؤوس ديال العنبه. عندي 125 غرام ديال الزبده، يعني نصف ربع، نجيبو الباكيه ديال 250 غرام نقسموها على جوج بالنسبه لي ما عندوش الميزان. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ بطبيعه الحال. عندي ربع كوب ديال السكر سنيده، نصف كوب ديال الزيت، عندي معلقه كبيره ونص ديال الكراميل، والكراميل الناس لي كراميل او اللي نصايبوه في المنزل، ممكن نشروه من برا ونصايبوه في المنزل. وعندي نصف كيس ديال الخميره الكيماويه، يعني 4 غرام، وعندي كيس ديال سكر فاني، او اللي ما بغاش النكهه ديال الفاني ممكن انه يحك فيها قشور ديال الحامض او قشور ديال الليمون، فكلهم هادو كيجيو مزيانين. اذا هادو هما المقادير، نعاودهم لكم: 400 غرام ديال لافارين او 4 الكؤوس ديال العنبه، نص ربع ديال الزبده او 125 غرام ديال الزبده، ربع كوب ديال سنيده، نصف كوب ديال زيت المائده، معلقه كبيره ونص ديال الكراميل، نصف كيس ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 4 غرام، وكيس من الفاني ما يعادل 7 غرام ونص. ممكن تعويضوا بقشره الليمون او قشره الحامض. هادو هما المقادير، ندوزوا على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه لي انا غادي نخدم الزبده وسنيده، يعني نص ربع ديال الزبده، 125 غرام ديال الزبده مع 4 كوب ديال السنيده، غادي نخدمهم بالطراب الكهربائي. ممكن تخدموهم غير باليد، ولكن انا من اجل تسريع العمليه غادي نخدمهم بالطراب الكهربائي. نضيف دابا نصف كوب من الزيت وكيس من السكر الخشن، وغادي نكمل. كتشوفوا معايا الشكل ديال الخليط ديالنا كيفاش ولا. كنضيف له دابا ملعقه ديال ملعقه كبيره ونص ديال الكراميل، هذه هي المعلقه باش وزنت الكراميل، معلقه كبيره عمرتها ونص ديالها. غادي نكمل التطراب ديالي. اللون اللي كياخذ العجين ديالي من بعد ما كنضيف ليه الكراميل. دونك هنا عملنا الزبده، عملنا الكراميل، عملنا سنيده، الزيت، السكر الخشن. دابا غادي نبداو نضيفوا الكؤوس ديال الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. اون برينسيپ عندنا 400 غرام، 4 الكؤوس العنبه، ولكن حنا على حساب العجين شنو غادي يشد، لان كاين بعض الانواع ديال الدقيق اللي كتكون ما كتشربش، كاين اللي كيكون كيشرب. اذا حنا غادي نشوفوا شحال غادي نستعملوا، غادي نقول لكم في الاخير شحال استعملت. نضيف الدقيق ديالي تدريجيا، غادي نضيف غير نصف الكميه، يعني جوج كؤوس مع نصف خماره كيماويه، يعني ما يعادل 4 غرام. ومن بعد غادي نقول لكم غنشوفوا الخليط ديالنا واش اكتفى يعني بالطحين ولا مازال خاصو. دونك كيف ما كتشوفوا معايا كنغربلو مزيان بهذه الطريقه هذه، وغادي نبداو نخدموا عاوتاني. تطرب وغادي نكمل العمل غير باليد ديالي. غادي نضيف ايضا كميه مهمه من الدقيق، غادي ندخلو بالشكل هذا. وغادي نستمر نجمع الحلوه ديالي ونشوف واش باقي غنزيد او يكفي داك القدر ديال الطحين.
باتي هو القوام ديال الحلوة ديالنا من بعد ما شكلناها. دونك هكا كنعملوا لها هكا كنلقاوها كتشكل، يعني صافي راه اكتفت من الطحين. انا ما كنت قلت لكم في الاول 400 غرام، مي ملي عبرت بقى لي هاد شويه هذا، فبقى لي تقريبا نقولوا تقريبا 50 غرام، بون نقولوا 35 غرام، داكوغ 35 حتى 40 غرام، بقات لي 40 غرام. يعني انا ان الحلوه هزات لي 360 غرام، 365 غرام، ما كتدخلش 400 غرام ديال الدقيق كلها. غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق قبل ما شبرات في راسها، وغادي نتلاقاو باش نوري لكم الطريقه ديال التشكيل ديالها. سيداتي كنبدا في التشكيل ديالي، كنديرها كويرات بحال هذا الشكل هذا، وشكل اخر كنديرو محربلات على هذا الشكل، باش كنجيب صفيحه ديالي ديال الفرن وكنوضع فيها الورق الغذائي او بابي كويسون وكنبدا نشكل. اذا هذوك اللي درتهم هكا طوالين على هذا الشكل هذا، كناخذ لافوكشيت ديالي وكنهبط بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، باش كترسم ليا فيها هذيك الشوكه. نعاود وحده اخرى قدامكم، اذا كانت طويله بزاف كنقص منها باش تجي على حساب القد ديال الشوكه. اذا كنبسطها شويه بهذه الطريقه هذه وكنهبط عليها بالشوكه ديالي، عاوتاني كنعاود فوقها لا دوزيام فوا باش كتجي الشكل ديالها بهذا الشكل. بالنسبه للشكل الاخر اللي ما بغاش يديرهم طوال، يديرهم هكا مقرصين، كنبسطوها عاوتاني نفس الشيء، كنضغطوا عليها وكنجيو لهنا وكنرسموا الشوكه ديالنا، كنعاودو عاوتاني نجيو لهنا نرسموا الشوكه ديالنا. شوف بهذه الطريقه هذه. كاين اللي كيستعمل الموس، ممكن نستعملو حتى الموس ديالنا باش نديرو الفليحات. غادي نجيبو تيجيو الفليحات ديال الموس باينين اكثر، دونك كنجيبو لو هذا ديالنا كنضغطو عليها بهذا الشكل باش هكا واخا حتى كيطيب كتبقى الفليحات باينين. اذا نتوما اللي حبيتو، غنعاود معكم الشكل مره اخيره ديال الشكل الطولي. كناخذ بحال هكا كنبسطو، كناخذ الشوكه ديالي من الفوق لتحت، نعاود من الفوق لتحت باش كترسم الشكل ديال الشوكه فيها بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للشكل الاخر الدائري، فانا درت شويه كبيره نقص منها وغادي نضغط عليها بهذا الشكل هذا، وايضا مره اخرى بالشوكه مره اخرى قد ما بغيت ديال المرات، ماشي مشكل حتى كترسم ليا الشوكه ديالي بهذه الطريقه هذه. اذا كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الصفيحه ديالي كامله، وغادي ندخلها الفرن حتى كنكمل اللاطه ديالي كلها على هذا الشكل. كندير هذوك اللي بالشكل الطولي واللي بالشكل الدائري، وكندخلها الفران ساخن على درجه حراره 170، وكنتسنى واحد 4 ساعة وكنعاود نطلع ليها، ما نخليهاش بزاف لان فيها الزبده دغيا كطيب باش ما تحرق ليناش، ونعاود نتلاقاو باش نشوفوا طريقه التزيين. هو الشكل ديال الحلوه ديالي من بعد ما خرج من الفران، الشكل الطولي كيجي بحال هذا الشكل هذا، والشكل الدائري كيجي بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع، فيه هذيك الزويقات ديال الفرشيطه باينين. انا هنا ذوبت شويه ديال الشكلاط مع القطعه ديال الزيت في حمام مريم، ومن بعد غادي ناخذ الشكل الدائري. بديت كنصايبو على هذا الشكل هذا، كناخذ حلوه دائريه كنخشي نصف ديالها فقط في الشكلاط بحال هذا الشكل هذا، وكنحطها فوق شي شبيكه، شي الشكل ديالها كيفاش كيجي، كنحطها فوق شي شبيكه كتسقطر بحال هذا الشكل، وريكم بهذا الشكل، ونحطها فوق شبيكه كتسقطر، غنوريكم وحده اخرى ايضا بهذا الشكل، ونحطها كما كتشوفوا كتجي رائعه، ونحطها فوق الشبيكه ديالي. بالنسبه للشكل الطولي فانا نقدر ندير له حتى هو نفس التزيين، النصف ناخذ بهذا الشكل هذا ونخشيه النصف ديالو بحال هذه الطريقه هذه، كيجي رائع. والنصف الاخر نقدر ندير عليه السكر الثقيل، حتى هو كيجي رائع في الشكل ديالو. اذا انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل الشكل ديال الحلوه ديالي اللي بالشوكولات، والاخرى اللي غادي ندير عليها السكر الثقيل، ونعاودو نتلاقاو.
هذا حبيبتي هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، دوازتي حلوة الفرشيطه اللي خرجنا منها ثلاثه الاشكال. تزين كيبقى بطبيعه الحال اختياري على حسب كل سيده، ولكن الاصل فيها هو تزين بالسكر الثقيل، كنغبروها بسكر ثقيل بحال هكا. انا زينت النوع الثاني بالطويل بهذا الشكل هذا، بالشكلاط من جهتين، والشكل الدائري زينته بالشكلاط من جهه واحده. كنتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. حلوه هاد الفرشيطه مزينه بسكر كلاسي وبالشكلاط، ومنكها من الداخل في العجين بالكراميل، كتجي رائعه. تقدموها لوليداتكم بالصحه والراحه، وان شاء الله ما راحين تجربوها. الا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو فضلا لا امرا، وتنخرطوا في القناه بالضغط على الزر المربع وتفعيل الجرس من اجل التوصل بجديد الفيديوهات. شكرا، والى فيديو قادم بحول الله.